الفكرة جاتني انه نفتح هذا الورشة، انه السوق المحلي في بلادنا ما يحتاج هذه الملابس الجاهزة للنساء، وما عاد تشجيع من الرئيس لهذا العمل. حليت انا هذا المشروع تاعي ورانا بدينا فيه الحمد لله، رانا في 6 شهور دركا من العمل. رانا الحمد لله يعني عندنا حاليا 4 عمال، وماذا بينا ان شاء الله نزيدوا في العمال عن قريب ان شاء الله. كل ما زاد المشروع كل ما نزيدوا في العمال. المنتوج لهنا يعني في خنشله راهو بدا يبان، رانا الحمد لله يعني رانا نخدمه، ومن برا من في الولايات الاخرين المجاورين رانا نخدموا لهم التوصيل. نحلم انه نزيد ان شاء الله، نوسع في المشروع تاعنا، ولا نحلو يعني فروع في ولايات اخرى ونزيدوا في العمال ان شاء الله. والحلم يعني الاكبر تاعي انه عالم الدعاء كوليكسيون تولي في التصدير، وننفع بها روحي وننفع للاقتصاد الجزائري. خبرتي مع الطبيعه تخليني ننصحكم، جربوا هيمو براو، مرهم طبيعي يقضي على البواسر. هيمو براو كاع نبراو. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.